يا دي النيلة، أول ما سمع سيرة فتحي جه على بوزه وغير رأيه. يا ترى في إيه؟ توصيلة يا مراية؟ ما كانش نعذر يا حالتها. ده نعذر ونعذر ونعذر بعد ما شاف جمالك ودلالك يا حلاوتك. طب بقول لك ايه، زق عجلك وامشي من هنا بدل ما اخلي جوز التيران دول ينزلوا يوروك الدلاله اللي على اصله. وعلى ايه؟ لا الطيب احسن. كمر دي كده وبشربها على الرواق مع نفسي ماشي.